أول حاجة أنا بحب مصر لأنهم الدنيا بعيدا عن الفن. بالنسبة للفن فهي هوليوود الشرق، وإذا في الوطن العربي بلد بتتكلم على الفن فأنت بتتكلم عن مصر. خيارة. إيه؟ خيارة برضه سرينة دي. ده علم إسرائيل يا جماعة. وانزل احنا فوق البيوت هم طالعين شغل على ما بيضا. مفيش حاجه ما تخافيش ونقعد. لو نقعد هيضربونا بالرصاص. ما تخافيش مش هيعملوا حاجه. خلاص اوكي اقعدوا ايه؟ اتكلم عربي I cannot understand your language. بنصور قاعدين شو شايفنا من نعمل. بنصور اسمعني انت عارف وين بتحكي؟ اسمع لك شو؟ ما بتقدر تلمسني. احنا بنصور قاعدين هون. ما بخلص انا هيك الحدود الاسرائيليه. شو جابك لهون؟ تفتكروا منذر هيستعمل ايديه؟ كلم السفاره. قول لهم منذر رايح علينا. كلم السفاره. موجة جامدة جدا جدا، البحر وحش وبنصور في جو صعب قوي. كل هون عشانكم. لا 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 ما تنزلش. قالوا لا 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 انزل. I love you. اوكي مين بتكلم عربي؟ اسمع ما فيش حاجة. احنا بنصور. محدش يضرب حد. اوكي حد انت عايز تودينا اسرائيل دلوقتي ودينا اسرائيل. محدش يضرب حد. ما بدي اوامر من النار. اوكي انزل معاه. انصار الأوامر نزل على اللانش شكله بيلم الموضوع عشان الناس ما تبهدلش.